ما احنا سعداء بمهرجان دبي ان بعد 14 سنة ان كل سنة بنشوفه اقوى، بنشوفه جميل، وبنشوف قد ايه بيساهم وبيساعد الشباب من خلال الورش والدعم ومن خلال الافلام اللي انتجوها، وانهم بدأوا ما عندهمش ولا فيلم والنهاردة عندهم 13 فيلم اماراتي. بتمنى كمان ان الجونة وجودها مش بس ريد كاربت وأفلام بيجيبوها من برة، ولكن أيضا يصنعوا أفلام خاصة بيهم ويساهموا في دعم السينما المصرية. وإن أنا أشوف 14 فيلم في مهرجان الجونة من إنتاجهم خاصين بيهم ويكون لهم دور في دعم الشباب ودعم السينما المصرية. برحب طبعا بصانع النجاح انتشال اللي يعني لما بيدخل في أي حاجة أكيد ناجحة، عمرو منسي اللي بهرنا من أول دورة بمهرجان الجونة اللي بعدها كل مهرجان يجي يتعمل بوسي احنا عايزين نعمل مهرجان جامد علشان ما نبقاش أقل من مهرجان الجونة. فأنا بشكركم إن أنتوا نشطتوا الحماس ونشطتوا النجاح في قلوب المصريين. احنا بنشكرك على اول حاجه تواجدك على طول وتغطيه جميع المهرجانات، واحنا بالنسبه لنا في الجونه طبعا كنا سعداء الحظ انك تغطيه الكبيره اللي اتعملت، وبس سعيدين ان احنا نشوفك. انا سعيده معاك انتشال. طبعا انت عارف قد ايه المهرجانات، انت بالنسبه لك مش ريد كاربت ولا ابهار، انت المهرجانات الندوات افلام ضيوف ثقافه دعم، وخصوصا ان الجونه محسوبه على الشباب انه مهرجان شبابي، فزي ما هنا المهرجان ده بيدعم الشباب وبيطلع افلام، ويمكن انت شفته وعشت معاهم في كواليسهم ازاي في نجوم دلوقتي على الساحه طلعوا من المهرجان. يعني في الحقيقه احنا دائما نقول انه المهرجان يبتدئ مع نهايه حفل الافتتاح وينتهي مع بدايه حفل الختام، لكن هذا لا يعني انه احنا ما نعمل حفل افتتاح وختام جيد جدا، هذا مو ما يعني انه ما يكون عندنا ريد كاربت جميل جدا. احنا ما نريد الريد كاربت يكون ضد المهرجان، ان يكون ريد كاربت يعني مثلا ما نفتخر به في الحقيقه بالجونه انه منذ تاسيس اول مهرجان عربي في قرطاج وحتى الان ما كان هناك ريد كاربت غني مثل ما كان بالجونه، بس هذا اجى حتى يشجع الجانب الاخر والاساسي للمهرجان وهو الندوات والافلام والعروض ومستوى العروض. هذا اللي احنا بدنا نحاول ننبه به الاخرين، انه مو ننتبه ليوم واحد معين نهتم به وننتبه الايام الاخرى الاساسيه. اهم شيء بكل مهرجان يبتدئ بنوع العروض، نوع الافلام، نوع الندوات، وبعدين تجي الاشياء الاخرى اللي هي داعمه ومشجعه ومفيده طبعا. يعني اكيد يعني طبعا عمرو انا عايز اعرف التواجد النهارده مع مهرجان دبي، هل ممكن نشوف في تعاون السنه الجايه ما بين مهرجان دبي ومهرجان الجونه؟ والله ليه لا، يعني الناس احنا كنا لسه يعني تم استضافتنا باحسن صوره، وحتى كنا بنتكلم ان هما لما تم دعوتهم في مهرجان الجونه يعني لابوا الدعوه وكانوا مبسوطين جدا، وحتى بيقولوا الناس بتقول احنا بنتنافس، اهلا بالمنافسه، يعني دي حاجه كويسه ان يبقى في منافسه تعلي من شاننا احنا الاثنين. فطبعا وارد ان يبقى في تعاون، احنا هنا الاسبوع كله هنتقابل كتير واحنا مبسوطين بمشاركتنا بصراحه. انا اللي سعيده بيك. وبدات تحضر الافلام اللي هتشارك في الدوره الجديده ولا لسه؟ والله اني اعتقد انه بدينا التحضير، فعلا بدينا التحضير، لكن مثل ما نعرف انه الفتره القادمه هي اللي راح تكون بها زخم عالي جدا التحضير، بس احنا نوعد بانه يكون دورتنا القادمه هي دوره اكثر عمقا واكثر تاثيرا واكثر بهجه. اكيد ان شاء الله. عمرو انت من جيل الشباب وصانع مهرجان للشباب، اعتقد هتعمل جزء خاص من المهرجان ده لان انت تمدوا ايديكوا للمواهب الجديده والشباب الجديد، وورش عمل تطلعوا لنا نجوم في الانتاج والاخراج والتمثيل والسيناريو ان شاء الله. دي حاجه اتجاه اللي كلنا متفقين عليه من اول يوم مع انتشار والمهندس نجيب وبشرى، كلنا ان ما يبقاش بس فعلا زي ما بتقولي ريد كاربت وحفلات افتتاح وختام، بل بالعكس في ورك شوبس وماستر كلاسز والناس قدرتها قوي السنه دي. يعني اكيد ان شاء الله منورين وسعيده بيكم، وهسيبكم تنطلقوا تتابعوا نجاح جديد للدوره ال 14 للمهرجان. عزيزي عزيزي انت عزيزي وانت كمان عزيزي. انا عزيزتي، وبنتمنى لهم طبعا التوفيق كمان.